ينضم إلينا من سان بطرسبرغ سمير أيوب الخبير في الشؤون الروسية. سيد سمير، يعني حيثيات اتهام الكرملين لدول القارة الأوروبية أو التكتل الأوروبي بالمسؤولية عن أزمة الغاز وهي المتضررة من هذه الأزمة ومن هذا التوقف، هل بالفعل هناك تقاعس من الجانب الأوروبي عن صيانة الخط؟ أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني الحقيقة ما هو حاصل الآن من صراع بين روسيا وحلف الناتو وخاصة في مجال الغاز يتحمل مسؤوليات وتتحمل مسؤوليات الدول الأوروبية، وهذه حقيقة واقعة. يعني العقوبات القاسية التي فرضت على روسيا في مجال يعني التحويلات المالية تؤكد أن أوروبا تريد يعني استيراد الغاز الروسي من دون أن تدفع، أي أنه يعني لا يمكن لروسيا أن تتلقى هذه الأموال من شراء هذا الغاز. هذه من جهة. من جهة أخرى العقوبات أيضا التي فرضت على معظم الشركات، وهنا روسيا تقول أنه هناك عطل تقني في أنبوب الغاز السائل الشمالي واحد وبحاجة إلى صيانة. نتيجة للعقوبات لا تستطيع روسيا إرسال هذا التوربين إلى شركة سيريس من أجل إصلاحه. حصل في الفترة الأولى أيضا كانت نفس الحادثة. لذلك المشكلة الأساسية الآن كما هو واضح تقنية، وهذه المشكلة لا تحل إلا برفع العقوبات عن بعض الشركات التي لها الحق فقط حصريا في صيانة هذه المعدات. لكن يعني عمليا يمكن أن يكون هذا أحد الأسباب، ولكن الأسباب الأخرى أيضا يمكن أن يكون سياسيا، ألا وهو موقف الدول الأوروبية القاسي ضد روسيا، وهناك يعني محاولات وتدخلات أوروبية بشكل مباشر في أوكرانيا لدعم المجموعات القومية المتطرفة يعني قصف الجيش الروسي لقصف المدن الروسية، وهناك يعني مواطنين روس سقطوا نتيجة لهذا الدعم الغربي لأوكرانيا. إذن كل هذه الأمور متشابكة مع بعضها ترغم روسيا على مواجهة العقوبات من جهة، وتوجيه رسائل بأن الدول الأوروبية عليها أيضا أن تكون طيب يعني أن تحسب سيد حساب سيد سمير، يعني هل تتوقع أن يعني يأتي الحل من الجانب الأوروبي في ظل هذه التصريحات المنددة بالحرب ومنددة بالجانب الروسي؟ يعني على سبيل المثال وزيرة الخارجية البريطانية تتحدث عن خطط لمواجهة أزمة الطاقة الروسية، وأيضا ألمانيا تتحدث عن أن روسيا ليست وثيقا موثوقا به. هل في ظل هذه التصريحات المتحفزة ضد روسيا، هل هناك أمل في تقارب وجهات النظر وحل هذه الأزمة؟ يعني روسيا لديها ثقة تامة بأن أوروبا لا تستطيع تعويض الغاز الروسي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية داخلية داخل الدول الأوروبية، وهي يعني والدول الأوروبية بحد ذاتها تعاني الكثير. لذلك روسيا تأمل أن تعيد النظر هذه الدول بسياساتها تجاه روسيا، ويجد الطرفين نقطة يمكن الانطلاق منها لحل المشاكل العالقة. يعني لا يوجد أي مبرر لوقف مد أوروبا بالغاز عبر ألمانيا عبر نورد 2، يعني السيل الشمال 2 والتي أوقفته ألمانيا. كان باستطاعة ألمانيا أن تكسب الكثير من هذا يعني من الغاز عبر هذا الأنبوب، وبإمكانها أيضا تصديره إلى الدول الأخرى. إذا الحل بيد الدول الأوروبية، إلا إذا كانت تريد أولا المواجهة مع روسيا، ثانيا أن تستغني عن الغاز الروسي. ولكن هل هي حقا قادرة؟ الوقائع على الأرض تقول أن أوروبا عاجز الآن عن تأمين غاز بدل الغاز الروسي، ولا يمكن لها أن يعني تواجه المصاعب، وخاصة نحن على أبواب فصل الشتاء. أمام خيارين، إما العودة للتفاوض مع روسيا والقبول بشروط روسيا، أو استيراد الغاز عبر طرف ثالث ليس من روسيا، ولكن سوف تكون أسعاره أغلى بكثير. إذا أوروبا هي أمام الورطة والحل بيدها. يعني روسيا لم تقم بتوقيف تصدير الغاز بشكل نهائي، ولكن أنا أذكر أنه كان هناك تحذير من نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي قال إذا استمرت الدول الأوروبية في التعنت وابتزاز واستفزاز روسيا، فيمكن لروسيا أن توقف بشكل تام تصدير الغاز، وخاصة القرارات التي اتخذت يعني بإحداث سقف معين لأسعار الطاقة، منها الغاز والنفط الذي يصدر إلى أوروبا من روسيا.